دشنت جمعية المحامين الكويتية معرضاً للجيل الذهبي للكرة الكويتية، وذلك بمناسبة مرور 36 عاماً على مشاركة منتخبنا الوطني في مونديال أسبانيا، حيث استذكر نجوم الأزرق أيام الزمن الجميل وكويت الماضي. أنا ميود نفسي وأبكي لأن شفت هالناس، شفت نعيم سعد، شفت سعد الحوطي، جاسم يعقوب والعنبري، ذكرت يا ريت إني أرد وأصير معلق، لكن خلاص طاف، وهذا الزمن زمن الجميل. يعني هذا أنا أعتبره يمكن شيء شعبي، لكن أتمنى يكون هالتكريم هذا شيء رسمي. ما يصير نتكلم عن نفسنا تعالوا كرمونا، لكن أقول ليه إحنا اللي حصل هالتقدير هذا ممكن يشجع الأجيال القادمة. إحنا كلاعبين حققنا كل اللي نبي، إحنا كلاعبين يمكن سواء على مستوى الخليجي والأسيوي والعالمي، دوري الخليج، بطولة آسيا، أولمبياد موسكو، وصول لكأس العالم. أنا أعتقد بعد شنو نبي أكثر من كذي؟ واليوم قاعد نلقى هذا الصدى من خلال هالتكريم هذا اللي قاعد نشوفه. لمسنا الفرحة بعيونهم، لمسنا الفرحة أيضا بعيون الحضور، بأن الشعب متعطش فعلا لمثل هذه الإنجازات، وبإذن الله إن شاء الله أن الشباب الكويتي قادر بأنه يعيد هذه الإنجازات.